يحكى أو يروى أو روى المزارعون الأولون أن ابن أحد الحراثة، أحد المزارعين الكبار في المنطقة، أراد أن يتزوج، فأتى إلى أبيه وقال: أريد أن أتزوج يا أبتي، وطلبوا مني مهرا فأعني. فأعانه بحبة ذرة، قال: وما أفعل بها؟ قال: إن أرضي واسعة، وأطلب الله في هذه الحبة وأرني شطارتك. فما كان من الابن إلا أن غرس تلك الحبة، فأنبتت تلك الحبة، وهذه حبة واحدة أشكرت وفيها خمس قصبات، واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس قصبات، وهي بد، فجاءت بخمس سنابل أو أكثر، فجمع حبها، ثم أخلفت فجاءت وأكبر فيها عشر سنابل، فجمع حبها. الأولى جابت شطر، وما معنى كلمة شطر؟ في هناك شطر وشطاري ونص الشطاري، ومجموعها كلها وصل إلى ثماني. فبذر به هذا الثماني على الضمد وينقط الحب واحدة واحدة، معاد. هذا المعاد جاء زرعه بد، وكل الزرع أشكر مثل هذا الزرع، أي أن البد القصبة يأتي حولها مجموعة قصبات من تلك الحبة الواحدة، فأنتجت غلة كبيرة ذلك المعاد. وفي السنة القادمة استخدم كل ما أنتجه ذلك المعاد من بذور، وبذر به مساحة شاسعة من الأرض، فجاءت بغلات كبيرة، أي أنه في خلال سنتين استطاع أن يأتي بمهر زوجته وأكثر في ذلك الزمان. فهذا الذرة وهذا بركته، وانظروا كيف الحبة الواحدة تطلع منها عدة قصبات تشكر. وعاشت الناس في عصور غابرة على حب الذرة، وكان هو العملة النقدية الصعبة، كانوا يأكلون من خبز الذرة صباحا، لو فعل وجبة الفطور والغداء والعشاء، وكانوا يشترون به ملابسهم وإداماتهم وكل تكاليف حياتهم، فكانوا لا يتعاملون بالنقود وإنما يتعاملون بالحب، فهو عملة صعبة تشتري بها ما شئت من بضائع ومن ملابس ومن مدخرات، وأيضا تبيع وتقتني به الفلوس. فهذه الذرة هي التي عاش عليها آباؤنا ونحن، ونأمل ألا أن تندثر هذه الحرفة، فهي غذاء وهي أعلاف. والسلام عليكم ورحمة الله.